بسم الله ربنا هيئنا لزيادة مرضاتك وزدنا من نعمك وفي أولها توحيدك وحبك يا كريم يا عظيم يا أول محبوب عندنا أهل الإسلام والإيمان والأحسن فحتى وظن أهلها أنهم قادموا عليها أتى أمرنا ليلا أو نهارا نردي ما إن شراء أكمبلي ماشي ربي أمر هذا ماشي غير نتيجة إلا بما أمر قال كل خير هلا بي أن إتيز وكنا لا يجي شيء قبل كاف ولا تراخى شيء بعد النوم تحدثنا في الموضوع كثيرا وهذا ما يخلينا المسلمين نقدم رب العالمين حق قدره مش بعكس ما نحن عليه من آداب أنا تعظم رب الأرباب اللي عكسنا يقولوا بغير ذلك وعكس ذلك وذلك على سبيل جعل حياتهم منكوسة ومعكوسة وموتهم شديد وقبرهم نيران وبعث صادم وكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى وفي نهاية المطاف يجادلون في الحساب رغم أن ربي قال سريع الحساب ولكن يقع ما لا تعطيله في الحساب حتى تطول عليهم مسألة الحساب وكشف الحساب والسلام علينا بالتمام والكمال.